ارتفاع طفيف في أسعار الدينار الليبي مقابل أسعار بعض العملات في السوق الموازية. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض السلع الأساسية بالإضافة إلى أسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى بعض أسعار الخضروات. نبدأ بعرض لأسعار الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية حيث شهد انخفاض طفيف لا يذكر مقارنة بالأسعار الماضية. نبدأ بسعر الدولار حيث انخفض قيمته إلى 5 دنانير و400 درهم مقابل الدولار الواحد. بالنسبة لليورو انخفض قيمته إلى 6 دنانير و600 درهم، أما الجنيه الاسترليني فقد انخفض قيمته إلى 7 دنانير و450 درهم. والدينار التونسي حافظ على استقراره لمدة 2 يوم متتاليين عند الدينارين و100 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة، ارتفعت يعني نوعا ما مقارنة بالأسعار الماضية. فالبداية بالذهب عيار 24 ارتفعت قيمته إلى 227 دينار للجرام الواحد، وهنا نلاحظ أنه قد ارتفع بمعدل الدينارين أو 3 دنانير مقارنة بسعر إغلاقه السابق. بالنسبة للذهب عيار 21 بلغت قيمته 194 دينار، أما الذهب عيار 18 فقد بلغت قيمته 170 دينار، والذهب عيار أو الفضة يستقر عند الدينار و900 درهم مقابل الجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ أنها لا تزال تحافظ على استقرارها النسبي، فنرى استقرار كيلو الكسكسي عند 3 دنانير و250 درهم، بالنسبة للمكرونة عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، وبالنسبة لكيلو الأرز عند 3 دنانير و500 درهم، وزيت الذرة يستقر عند 3 دنانير و500 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم بشكل عام، نلاحظ هناك انخفاض في معظم أنواع اللحوم الحمراء، بداية بسعر كيلو الخروف الوطني الذي يستقر عند أو ينخفض عند 28 دينار مقارنة بالأيام الماضية الذي كان يستقر عند 35 دينار أو فوق حاجز 30 دينار للكيلو. كيلو البقر يستقر عند 21 دينار. لحم الإبل أيضا انخفض قيمته أو انخفض قيمته إلى 22 دينار للكيلو، أما لحم الدجاج فقد ارتفع ليستقر عند الحاجز 10 دنانير للكيلو الواحد. بالانتقال إلى أسعار الخضروات، لم يطرأ عليها تغير ملحوظ بشكل عام، نرى استقرار كيلو البصل عند 2.5 دينار، بالنسبة لكيلوي البطاطا والطماطم أيضا يستقران عند 1.5 دينار، أما كيلو الخيار فقد ارتفع بمعدل دينار واحد عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 5 دنانير للكيلو. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى بقية الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليكما محمد ومي.